الو، ايه عليكم؟ ايه اكيد وصلت. ايه وين بدها تكون؟ يعني مثل العاده زير بحالها بهالبيت وقاعده عم تقرا. يعني هيك شوي شفنا شويه ابتسامه على وجهها. اجت ميريا من المدرسه وعيدتها بعيد الام. ايه لا اكيد اكيد بخبرك شو بيصير. خليك معي، خليك اوعي تسكر الخط. ايه طبعا استاذ، لا حبيبتي ما فيكي، طلع درسك بعد شوي. اكيد استاذ، شغلة معروفة، بدك تغيب بدك تجيب تقرير طبي. تكرم عينك، أهلا وسهلا فيك. مش معقول بدهم يغيبوا عن الشغل وما في تقرير طبي، مش مسموح يعني. الله يبللك قلبك مثل ما بليتيلي قلبي، بس يا ريت بتبليلي قلبي على المظبوط وبتجاوبيني على سؤال علقان بزلعيمي من شي تقريبا 3 أشهر. هلا بدك تقنعيني انه ما اشتقتي له ابدا لإلكو؟ طالما في صار هالقد سكوت يعني في قبول، والسكوت علامة الرضا، يعني مزبوط. قولي. بلا اشتقت له كثير، من اول ما بعدت عنه اشتقت له. ما بعرف إذا رح فيي كفي حياتي بلا، مش عم بقدر أنسيه كل الوقت بفكر فيه، وإذا شي لحظة نسيته ميريام بتذكرني فيه. تخيلي أوقات بتلفن لميريام على خط البيت، بفتح الأبراي التانية بس تسمع صوته. دكتور جود، ليه هالعنيد؟ ليه هيك عنيدة؟ ليه؟ خليه يروح يتجوز، خليه يتجوز بنت تقدر تجيب له ولاد، خليه يعمل عيلة. هو هيك بحب. أصلا لو بحبني كان جوزني. هو هيك بحب؟ أنا بتبصري أنت بتضربي صرتي بالمندل، هو هيك بحب؟ لا، هو بحبك إلك ويموت فيها لميريام. بس أنا يعني حسب ما بحس هيك شعوري بيقول لي إنه يمكن حاسك إنك تغيرت كتير وقلبك قسي، وخاصة هلا صار معك مصاري ويمكن ما عدتي بحاجة لإله. أحسن. خليه يبعد. خليه يروح يتجوز وينساني. هيدا إذا بعد ما نساني. لا ما ليكي، أنا من فترة حكيت معه يعني ما بعرف إذا خبرتك أم لا، قال لي إنه أبداً ما نسيكي. بفكر عصير وكيك. مش وقت الكيك والعصير هلا، هاتي هول من ايدك. خلص مش وقتهم هدول. خير ان شاء الله. بتحبني، بتحبني حياة، بتحبني ومشتقت لك كثير. مين اللي بتحبك؟ بتحبني سحر؟ بتحبني. لا مش سحر، جود بتحبني. وهلا هلا اسمع، هلا سمعت شو عم بتقول. خلص انا اخذت قراري، اخذت قراري وكثير مأكد منيح من اللي بدي اياه.